أكيد الهجر طبعا مش سهل على أي رجل في الدنيا، ولكن الموضوع كعادة حلقات الترتيب بيكون بدرجات. يعني هتلاقي رجل الموضوع عنده أسهل من غيره، وتلاقي رجل تاني الموضوع عنده أصعب من غيره، وهكذا. كل حاجة في الدنيا موجودة فينا ولكن بدرجات، وده اللي احنا هنرتب عليه في حلقة النهاردة. يلا بينا. اهلا بيكم، برحب باجمل الناس في الدنيا، عيلتي واصدقائي، برحب بيكم. ويا ريت الجديد سريعا كالعاده كده عرفنا بنفسه، واللي ما اشتركش في القناه اشترك واضغطوا على الجرس عشان اشعاراتنا توصل لكم على طول، واشتركوا كمان في صفحتنا على الفيسبوك رجاء محمد ابو زيد، مثبت رابطها في اول تعليق ووصف الفيديو، والانستجرام اللي يحب ان هو يشترك فيه او يتابعني برضو الرابط متثبت في اول تعليق ووصف الفيديو، ودوسوا لايك رجاء عشان نوصل الحلقة لأكبر قدر من أصدقائنا. وتعالوا بينا نبتدي بالمركز الـ 12 من حيث الرجال القادرة على الهجر والابتعاد. وتوقعوا معايا كده، ذكائكم حلو قوي وأنا بقرأ كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها، وحد أذكى كالعادة كده يتوقع معانا اللي هيجي في المركز الأول. في المركز الـ 12 والترتيب تصاعدي هو رجل برج الحوت. رومانسيته العالية قوي وعاطفته الجياشة قوي وإحساسه العالي قوي هيخليه أقل الأبراج اللي ممكن يكون موضوع الهجر أو الابتعاد سهل عليها. أي نعم ممكن يبتعد وممكن يهجر قلنا، ولكن مقارنة ببقية الأبراج يجي معانا في المركز الـ 12. أعلى منه مركز واحد درجة إخلاص برج الثور، ولكل قاعدة استثناءات، ولكن ده الشائع والمعروف عن رجل الثور ان هو من اكثر الرجال اخلاصا، هيخليه يجي معانا في مرتبة متدنية مقارنة بزملائه من الرجال عشان يجي في المركز الـ 11. الموضوع ابدا مش سهل عنده زي ما انتم في بالكم. برج الثور ممكن يبتعد شوية يعني مع نفسه كده شوية وتلاقيه يرجع تاني، لكن يبتعد وينسى ويطنش كليا وجزئيا دي صعبة قوي مقارنة برجال الأبراج. أعلى منه في المركز الـ 10 حد توقع رجل برج السرطان. أيضا عاطفته الجياشة ورومانسيته وإحساسه العالي مش هيخليه يجي من الأبراج القمة ولا حتى اللي في منطقة وسطى في حلقة النهاردة. تعالوا نعلى كمان وناخد مركز أعلى اللي في المركز الـ 9 وتوقعوا معايا. يلا بينا. برغم كل اللي تعرفه عنه رجل برج العقرب هيجي معانا في المركز الـ 9، يعني مش مركز عالي أوي، يعتبر أول الرجال اللي في منطقة وسط. رجل برج العقرب حساس أوي ورومانسي أوي، ولما بيتعلق بيبقى صعب عليه إن هو يبتعد، رغم قدرته الكبيرة إن هو في أغلب الأحيان يعمل كنترول كبير أوي ويتحكم في مشاعره وفي عاطفته، ولكن برضه رحنا ولا جينا الطبيعة المائية يا جماعة دائما تقول كلمتها وليها كلمة كبيرة قوي وتأثير قوي جدا في حلقة من النوع ده، عشان كده بيجي معانا في المركز الـ 9. أعلى منه في المركز الـ 8 حد توقع هو رجل برج الجدي الترابي. أيضا رغم قوته ورغم قدرته على التحكم في نفسه، بس المسألة ما هياش سهلة زي ما في دماغكم. هو عنيد والمشكلة في حتة عنده انه ساعات بيكابر، ولكن بيكون بيتقطع من جوه بيتألم من جوه، ودي ممكن تخليه في احيان كتير يتراجع عن قرار الابتعاد او الهجر على فكرة، او يطول باله ما ياخدوش بسرعة. حتى وان كان حصل معاك عكس كده، دائما بنقول ان الكل قاعدة في الدنيا مش بس علم الفلك استثناءات، ولكن لما يكون الكلام ده بينطبق على اكتر من 90 او 95% من مواليد البرج ده، اذا اصبحت قاعدة، واصبحت قاعدة عامة لازم نتكلم عنها وناخد بيها لما نرتب في حلقة زي حلقات او زي حلقة يعني من حلقات النهاردة. تعالوا بقى نعلى ونوصل للمركز الـ 7 ونخش في الجد شوية. يلا بينا. عشان برج العذراء او رجل برج العذراء اصلا صعب ان هو يرتبط ارتباط حقيقي، خلي بالكم من كلمة حقيقي تحتها مليون خط، فبيكون برضو صعب عليه ان هو لو ارتبط بجد ان هو يبتعد او يهجر، ولكن هنقول ان هو في منطقة وسطى والمشاعر ملهاش كلمة عالية قوي، وممكن هو يأقلم نفسه ويتبارد مع الطرف الآخر وهو قادر على فعل هذا، عشان كده بيجي معانا في منطقة وسطى وبيحتل المركز الـ 7. رجل برج العذراء لا هو أوفر قوي في القمة بيزاحم رجال القمة في حلقة النهاردة، ولا هو في القاع
كالابراج اللي احنا خدناها واتكلمنا عنها تحديدا 12 11 والعاشر. نخش في الجد ونخش في موضوع حلقتنا اكتر واكتر عندما نلتقي برجل برج الحمل اللي في المركز السادس. الحمل بقى دخلنا احنا في الجد ودخلنا من الابراج القادرة على الهجر والابتعاد. مشكلة رجل برج الحمل ممكن في شخصيته وفي طباعه اللي احنا نعرفها عنه، عنده القدرة بنسبة اكبر من كل رجال الابراج اللي سبقته ان هو يعمل حاجة زي كده. مش هنقول ان رجل برج الحمل مندفع، لا، هنؤكد ان هو مندفع في كل حاجة وعلى رأسها القرارات في الناحية العاطفية. ممكن ياخد قرارات سريعة قوي سواء في الهجر سواء في الابتعاد، زي ما ممكن ياخد قرارات سريعة كمان ان هو يرتبط. وممكن يكون الرجل ده مش متأكد من مشاعره، هو سريع التقييم، وسرعة التقييم دي ممكن توقعه في اختيار غلط. بعد كده بيكتشف ان الاختيار غلط، او بيشوف ان هو مش قادر يتقبل الوضع او الطرف اللي معاه ده، فبيريح دماغه وممكن يبتعد. نعلى كمان مركز عشان نوصل للمركز الخامس ونخش في جد الجد ونلتقي برجل برج الميزان الهوائي. يبتعد، ومن الرجال القادرة حرفيا على الابتعاد، بس حتة الرومانسية شوية بتلعب دور فما بتخليهوش يجي مثلا في المركز الاول. ولكن رحنا ولا جينا اتكلمنا عن صفاته او ما اتكلمناش، في الاخر هنطلع النتيجة ونقول ان هو من الرجال القمة وجي في المركز الخامس معانا في حلقة النهاردة. هو مركز طبعا متقدم جدا، من الرجال الحرفية قادرة ان هي تهجر وتبعد وتعذب طبعا الطرف الاخر، وممكن ما يكونش عنده يعني اسباب مقنعة للهجر او البعد ده. وحاله حال الابراج الاربعة اللي هيجوا معانا بعد كده سابقينه في الترتيب. نطلع مركز فهنلاقي رجل برج الاسد في المركز الرابع لا يختلف كثيرا عن رجل برج الميزان. من الرجال القادرة على الهجر وعلى الابتعاد، واحيانا وفي احيان كثيرة رجل برج الاسد ممكن لا يراعي مشاعر الطرف الاخر، ودي من المساوئ اللي ممكن تكون في شخصية رجل البرج. حد يقدر يتوقع معانا المركز الاول؟ المسألة عمالة بتقرب والدايرة بتضيق اهيت، واعتقد كده ممكن يكون سهل على كتير جدا من افراد عائلتنا الاذكياء ان هم يتوقعوا. وخليني برضو انبه سريعا، صفحتنا الوحيدة على الفيسبوك، اي صفحة تانية نصابة يا ريت تعملوا عنها ابلاغ. في المركز الثالث اخر رجل ناري معانا هو رجل برج القوس الناري. قادر جدا على الابتعاد والهجر وبسرعة كبيرة، ممكن تعمل صدمة كبيرة للأنثى اللي هو مرتبط بيها. للأسف دي أيضا ممكن تكون من مساوئ رجل البرج ده. أعلى منه والهوى، الهوى والطبيعة الهوائية برضه هتقول كلمتها في حلقة النهاردة. رجل برج الجوزاء اللي بيزاحم بقوة صاحب المركز الأول اللي هنتعرف عليه دلوقتي. رجل برج الجوزاء من أقدر الرجال إن هو يعمل حاجة زي كده، إن هو يهجر وإن هو يبتعد وإن هو يكون قاسي القلب كمان. رجل برج الجوزاء فيه الصفة دي بنسب عالية قوي، بنسبة أوفر زيادة عن اللزوم. بينما متصدر رجال الأبراج أكثرهم قدرة على الابتعاد والهجر والنسيان كمان إنجاز التعبير هو رجل برج الدلو الهوائي. وأتحداكم إن مكان الرجل ده من أكثر رجال الأبراج، يعني اللي هي متهمة إن هي ممكن ما بتقدرش، هو اتهام، يعني اتهام من الإناث ممكن يكون بنسبة كبيرة في جانب من الصواب. هي الفكرة إن رجل برج الدلو أو تحديدا رجال القمة دي من الرجال، كل ما نطلع لفوق نلاقي رجال نفسها مش طويل قوي لو ما لقتش اللي هي عايزاه في الأنثى، ما بتصبرش وعايزة كل حاجة في وقتها، عايزة يعني الطلب اللي هي عايزاه يبقى حاضر في الوقت. وما فيش حد، ما فيش أنثى مهما كانت بتحبك يا رجل، والكلام لرجال الأبراج اللي في القمة يعني هتبقى لعبة بين ايديك. خليكي كده خليكي كده، خليكي هادية شوية، رومانسية شوية، عصبية شوية، تجنني شوية، هادية. صعب الكلام ده، دي بني ادمة في الاول وفي الاخر. فرجل برج الدلو بيريح دماغه وممكن ان هو يبتعد وممكن ان هو يهجر.
دي موجودة بنسبة أوفر قوي في شخصيته، خلته يتصدر رجال الأبراج في حلقة النهاردة. يا ريت اللي نسي يدعم الحلقة بلايك يدعمها بلايك، وتكتبوا لي كمان أراكم، بقرا كل تعليقاتكم وأتعرف كمان عليكم من خلالها، واشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك رجاء من الرابط المثبت في أول تعليق وفي وصف الفيديو، وهتوحشوا.